عليكم ومرحبا بكم اليوم معايا. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم الحوت، كيفاش كندير نوجد هذا الفيلي ديال الحوت. ها هو عندي السومو، عندي واحد النوع ابيض من الحوت، هذا هو غادي نشرملو بالعطريه بزيت الزيتون. عندي واحد شويه ديال زيت الزيتون، عندي عصير ديال الحامض. بالنسبه للعطريه عندي المنسمات الاعشاب، عندي الملحه، عندي الابزار، سكينجبير، عندي هنايا القزبر مطحون حبوب وهو مطحون، عندي هنا واحد العشبه غادي ندور عليها بالعربيه كيفاش سميتها، هي بالالمانيه سميتها سيترون غاز، كتجي ممتازه في الحوت. من بعد ما غادي نقلي هذا غادي نحضر صلصه. الصلصه غادي نحتاج مثلثات ديال الفرماج وغنحتاج واحد شي شويه ديال الحليب. غادي نمشي دابا باش نشرمل الحوت ديالي، نخليه يرتاح وفي ديك الوقيته غادي نوجدوا واحد الوصفه اخرى. بالنسبه للروز اللي بغيت نوجد، غادي نحتاج جوج كيسان ديال الروز، الروز الصفر كما نقولوا له. عندي هنا جوج كيسان ديال الروز، عندي هنايا على حسب جوج مغارف كبارين ديال الشوربه سانتير. بغيتو ديروا الشوربه سانتير ولا تقدروا ديروا حتى الشوربه ديك الرقيقه، حتى هي كتجي زوينه. عندي على حساب 15 غرام ديال الزبده، وعندي جوج مغارف كبارين ديال الزيت العاديه. بالنسبه لهاد جوج كيسان ديال الروز غادي نحتاج 4 ديال الكيسان ديال الماء الدافي اللي غادي تطيب فيه الروز، والعشبه الوحيده العطريه الوحدانيه هي الملحه. كتجي فيه غير الملحه ولكن كتجي على طريقه زوينه. شي كيقول له الروز تركي، شي كيقول له الروز شرقي، كل واحد وكيفاش. ايوا نبداو على بركه الله ان شاء الله. سمحوا لي عاوتاني هاد الحس ما كان واش من البوطه من حدها اندوكسيون ولا ما عمره ما لاحظت لها، حتى بديت كننشجل هكا عاد بديت حتى انا كنحس بهذا الصوت كيدرونجي. المهم ان شاء الله غنبداو بالزويته ديالنا، الزويته العاديه النباتيه. انا كنستعمل الزيت ديال الزيت غابس اول ديال هاد الاشبه. صافي ملي قال لي واحد الطبيب قال لي من احسن ما تبقاوش تستعملوا زيت نوار الشمس، استعملوا هذه يعني في الاثمنه باش تلاقي الزيت مزيانه في الاثمنه رخيصه. يفضل زعما الانسان ياخذ هذه ديال الغابس اول، صحيه وما كدرش في المصران. من هذاك النهار ما بقيتش كناخذ زيت نوار الشمس، والقليان قال لي من احسن تاخذوا الزيت السبيسيال اللي كتكون يعني خاصه بالقلي. انا ما كنتش عارفه هذا الفرق، قال لك هذيك الزيت كيصنعوها سبيسيال باش تقدري تقلي فيها، مسموح لهذيك الزيت توصل لواحد الحراره عاليه بلا ما تكون واحد التسمم. المهم هذه غير بغيت نزيدها لكم. درت دابا يا الزيت والزبده تسخن، غادي نرمي الشوربه ديالي هنايا ونبقى نحرك فيها حتى تتوصل اللون ديالها قهويه غاديه عند الكحوله، ماشي غير قهويه خفيفه، خصها يعني تقلى مزيان في هاد الزبيده والزيت. صافي انا غنستمر هكا يا مي غادي نوصل للون اللي خصها تكون، غادي نوري لكم. ها هي الشوربه يعني هي كتقلى وانا يا مقابلها كنحرك فيها. صافي نحاولوا ما يمكن نقصوا شويه البوطه. صافي هذا هو اللون اللي نضيفو فيه، هكذا نضيفو الروز ديالنا. ايوا نحاولوا ما يمكن حتى هو يتشرب شويه من هذوك اللي دام اللي راهم عندنا. هانتوما هكايا يجي من احسن، حاولوا ما امكن ما تخافوه شي تحرك، يعني احنا نقصنا له شويه ديال العافيه. غادي نديرو الملحه على حسب القياس. انا غادي تلاحظوا لي
راه ما عزيزش علينا الملحة وسكر، راه يعني كمية قليلة كديرنا مدة طويلة. هاد اللحظة اللي غادي ان شاء الله نضيفو الماء، الماء كامل نفوتو فيه هكايا عاوتاني باش دامج لنا الملحة. شي هو ما شاء الله بدا كيطبخ، صافي غير نشوفوه بدا كيطبخ كامل. ننقصو له على حسب اللي عندها الغاز، راه غادي دير له شويه فوق الناقص كاع، يعني غادي تنقص له كامل وتزيد له بواحد شي شويه. واللي عندها البوطة بالنسبه للنوامر هانتوما، انا درت لها دابا يا تسعود، غادي ندير لها 6 سمحوا لي، ونخليها دابا بمده ديال 15 دقيقه. يلا مور 15 دقيقه غنوري لكم الشكل. درت شي شويه من هذيك الشرموله هي باش دهنت المقله، صافي نبدي نشوي في الحوت هكذا ولا بحال هذا. بجوج بيهم كنحطهم الاول على هاد الجهه ديال الحوت. صافي بالنسبه للروز ها هو فاتت 15 دقيقه وتحيدوا له المغطيات ديالو، ومين تشوفوا ما شاء الله هكايا اي جميله كنلاحظ لها هذه، يعني بدا كيديروا هاد التقيبات هنايا في وسط الروز. صافي تعرفوا الروز ديالكم راه جاهز. مين يبدي يبيض لكم الحوت من هنايا من الاجانب هانتوما، كنتمنى يبان لكم. مين يبدي يبيض صافي هذا هو الدليل انه مسموح لنا نديرو الحوت، نقلبوها على الجهه اللي مازال باقي لها طياب. هنا فين غادي نضيفو دابا يا الفرماج، نخليوه يذوب. اللي ما عندوش هذا الفرماج يقدر يستعمل فيلادلفيا، حتى فيلادلفيا كتجي زوينه زوينه بزاف، سيرتي الا كانت الفيلادلفيا من السما. كاين واحد النوع ديال فيلادلفيا فيها المنسمة ديال الحوت بعد ديال السومو كتجي زينه. المهم اي نوع اللي كان عندكم، هذاك المربع كان عندكم، هذا لاصوص زوينه. توقوها الا كان خاصتكم شي شويه ديال العطريه زيدوا لها، بصح انا كنخليها هكايا. نقصوا لها ما تخليوهاش تشرب لنا بزاف باش ما تلصقناش. صافي ها هي لاصوص ديالنا جاهز. هانتوما الروز كيف كيجي، ما كيتاجل ما كيتلصق ما والو، كتجي كل حبه عند اختها كيطيب. كي ديك ليدام اللي درناه في الاول كيساعد الروز ديالنا باش ما يتاجل.